كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة العطل الجامعية للسنة الدراسية 2016-2017، وحسب بيان أصدرته الوزارة فإن العطلة الجامعية الفصلية الشتوية تبدأ من يوم السبت 17 ديسمبر 2016 مساء إلى غاية يوم الاثنين 2 جانفي 2017. أما عطلة الربيع فقد حددت بتاريخ السبت 18 مارس 2017 مساء إلى يوم الأحد 2 أفريل من نفس السنة، في حين تم تحديد عطلة فصل الصيف ابتداء من يوم الخميس 6 جويلية 2017 إلى يوم الأحد 3 سبتمبر من ذات السنة.